بون خوتي المغاربة، هذا غير جانب بسيط من الاحتفالات ديال الناس. الشعب اللي مرتاح على اليمين وعلى اليسار، وبارتو فين ما مشيتي، بارتو فين ما مشيتي يعني كاين نفس الديكور. الناس كتخسر فلوس، كيحتفلوا بقدوم السنة الميلادية ديالهم، وهي ماشي يعني هنا في ألبانيا لاحظتها أنا، يعني أكثر هو جو عائلي عائلي، كتلاقى العائلة كياكلوا كيضحكوا كيشربوا كيسهروا، وعندهم واحد الأيامات ليبر كيخدموش 24 25 مثلا، وفي ليلة رأس السنة. قولوا ليش من الأجواء ديال عيد الميلود، عيد ديال الشموع في سلا، وديال بوبطانا، وديال القرابة، وديال كم يعني راه العين كتشوف شي حوايج اللي ما كتشوفهاش الكاميرا، لحسن للأسف الكاميرا ما غتوريكمش داكشي اللي كنشوف انا شخصيا. نقدر نقرب شوية هنا، ولكن واخا هكاك الصورة تبقى غير واضحة المعالم. هذا فقط غير باش نوريكم اش كيوقع في دول اللي مرتاحة ودول اللي مضربة مع بوبطانة وبوكرش وبصلانة. تحياتي لكم.